السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 13، حالات المادة القسم 4، الأجسام الصلبة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. تابع معي الحل: يتم حفر ثقب يبلغ قطره في لوحة فولاذية في هذه الدرج. المسألة بتقرأ 3-4 مرات. ثقب بالضبط ليستوعب قضيب من الألمنيوم له نفس القطر، لذلك كتبت L فولاذ ويساوي هذه القيمة وخليتها بالسنتيمتر. درجة الحرارة الابتدائية هذه هي طول قضيب الألمنيوم، أيضا خليته بالسنتيمتر. درجة الحرارة النهائية 0. بيقول لك ما هو التباعد بين لوحة الفولاذ وقضيب الألمنيوم عندما يتم تبريدهما للدرجة 0 درجة سيليزية. معامل التمدد الطولي للألمنيوم جبته من كتابك، ومعامل التمدد الطولي للفولاذ كمان جبته من كتابك، ما لقيته بكتابك جبته من مكان تاني، رجعت للجدول ما مش موجود. نحسب التمدد لكل من الفولاذ والألمنيوم ثم نطرحهما. دلتا ال فولاذ يعني أخذت الفاء من الفولاذ وتساوي إلى ألفا فولاذ في ال واحد للفولاذ في دلتا تي، منعود تطلع التغير في طول الفولاذ سالب 3.0 في 10 سالب 4 سنتيمتر. هلا بنحسب الإشارة السالبة تعني نقص في الطول. بنفس الطريقة بنحسب التغير في طول الألمنيوم. أخذت الحرفين من اسم الألمنيوم AL بالإنجليزي لأنه إذا حطيتهم بالعربي صعبين. ألفا ألمنيوم في طوله الابتدائي في دلتا تي، بنعود هذه ألفا ألمنيوم وهذه الطول الابتدائي درجة النهائية الدرجة الابتدائية. بالحساب تطلع عندك سالب 5.865 في 10 سالب 4 سنتيمتر. الإشارة السالبة تعني نقص في الطول. جبتن معي ورسمت لك الرسمة. إذا لاحظ من هون ومن هون، فدلتا ال التغير في الطول يساوي لدلتا ال الأولى ناقص دلتا ال الثانية. هتقولي وين الإشارة السالبة؟ أخذت المقادير فقط. فدلتا اللي بتطلع عندك 2.805 ضرب 10 سالب 4 سنتيمتر، لكني قسمت على 2. ليش قسمت على 2؟ هذه ما أعطتني الزيادة من هنا والزيادة من هنا، أو النقصان من هنا والنقصان من هنا، فأنا بدي واحدة منهم. التباعد، ما هو التباعد بين لوحة الفولاذ وقضيب الألمنيوم؟ التباعد هذا مثلا، لذلك قسمت على 2، تطلع 1.4 في 10 سالب 4 سنتيمتر. ما حولت، لاحظ سنتيمتر سنتيمتر، حيطلع الجواب عندك بالسنتيمتر، وفيك تحول لكن بيطلع بالمتر. وفي أمان الله، لا تنسونا من الدعاء.